السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي، إن شاء الله ألقاكم في تمام الصحة والعافية بإذن الله. بعد ما خرج بو 20 محامي دنيا باطمة واللي كيحاول دائما يشوف شي وسيلة باش يبرأ بها الموكلة دياله، وخرج بالفعل في واحد اللقاء صحفي وقال حرفيا أن الموكلة دياله فهي بريئة من جميع التهم المنسوبة إليها، بما في ذلك يعني الأخت ديالها ابتسام اللي كتقبع الآن في السجن الوداية بمراكش. فإلى نظرنا لهاد القرار أو لهاد صريح ديال هاد بو 20، فهو كيحاول يراوغ القضاء المغربي. فبالفعل خرج الوكيل الملك بمراكش وطعن في القرار المحكمة الابتدائية اللي هي 8 أشهر لدنيا باطمة وسنة لأخت ديالها ابتسام باطمة، وهادشي كامل سبب الطعن ديال أنه يعني حصلت شي شبهات، يعني شبهات في المحاكمة بما في ذلك القضاة والمحكمة بصفة عامة. إلا شنا أخوتي، هاد بو 20 فهو كيخدم أجندات خارجية، وهو قال حرفيا وقال فمه وقال بأنه هناك دول خليجية، يعني يكون أنه نقيب المحامين المغاربة، فكلفوه الناس في الخليج باش ينصب راسه باش يدافع على هاد المغنية ويحاول دائما يخرجها من هاد الورطة كما كيقولوا، نجبدوا يعني الخيط من العجين، يعني شعر من العجين، وهذا هو الاساس من هاد بو 20، لانه تلقى اموال طائله من هاد الناس ديال الخليجيين بما فيهم مراء، ويعني الناس الاغنياء اللي كانت كتخدم عندهم هاد الدنيا باطمه في الاعراس ديالهم، واللي كانت كدير الحفلات واللي كانت كدير المهرجانات. وهادشي ما نساوش كذلك بجانب الزوج ديالها محمد ترك، بدليل ان هذا محمد ترك اللي كان اول مره قبل ما يتزوج بها فهو كان يعني كيعمل يعني رجل اعمال الابنه ديالو، يعني هو اللي كان كيدعم الابنه ديالو، كيسير الاغاني ديالها. يعني السيد راه ما كانش غني، وانما كان انسان عادي، كان انسان عادي باش يوصل يعني المآل اللي بغى يوصلوا هو الغنى الفاحش. وهادشي كامل الحمد لله على كل حال، لانه جوج هاد الدنيا باطمه، جوج دنيا باطمه جوج بها، وقاموا يعني قام يعني نصب راسه وكيل اعمال ديال هاد الدنيا، ومن بعد بيكون انه عنده تجربه في الخليج يعني مع الامراء الخليجيين، اللي كان دائما الدعوات كانت كيتلقى هاد محمد ترك، ومن ثم كتجي دنيا باطمه وكتغني ديك السهرات وكتمقابل اموال طائله، ومن ثم هي باش وصلوا لهاد الغنى الفاحش. والحمد لله، الحمد لله على كل حال. فالواحد ملي ما كيحمدش الله على الرزق اللي عطاه الله، ما كيحمدش الله، فالمآل ديالو دائما يعني الفشل، دائما الطغيان، دائما يعني الحرمان بزاف الحوايج اخوتي. فهي الان كتعيش حاله نفسيه صعيبه ومزريه في النفس ديالها وقدام الشعب المغربي وقدام العائله ديالها، فهي الماكله ولا الاكل يعني محال كتاكل اخوتي، محال كتشرب، راه الناس ما كتشوفوش الا شتو في وجهها، فعينها دائما زرق. هذا دليل على ان الضمير ديالها كيأنبها، رغم ذلك فهي الضمير ديالها كيأنبها، ولكن كتميل وجه اخر على انها مازال قويه. وهادشي اخوتي راه ما غينفعش معاها، ولا يعني ما غينفعش معانا هاد الاعمال الشيطانيه اللي كتعمل. فهي تخرج ديريكت جود وتعتذر للشعب المغربي. فالحكم ديك الحكم 8 اشهر، ويعني وقاموا يعني باستئناف هذا الحكم، استئناف هذا الحكم ماذا يعني؟ ان الخطه اللي كانوا وضعينها فهي غادي في الطريق الصحيح، ولكن الحمد لله على يعني القضاء المغربي اللي فطن لهاد الخطه الجهنميه
اللي كيقوموا بها العصابة حمزة مومبيبي، الوساطة، مجموعة من الناس كيحاولوا دائما باش الحكم يكون على الدماغ ديالهم، يعني كما نقولوا على خاطر الخاطر اللي بغاو هما، اللي كيتمناو هي البراءة لهاد الدنيا، وبالتالي هي غتخرج غتقول لهم. يعني انا اكيد ان هاد الدنيا ملي غتخرج وملي غتحصل على البراءة، لان هاد العصابة حمزة مومبيبي راه خرجوا الحكم، يعني على نوع الحكم مبدئيا قالوا شنو غتكون الدنيا باطمة، يعني البراءة. راه كيجوني ميساجات مجموعة من متبعين، يعني النقافات ديال هاد الدنيا باطمة، تقول لك راه ما تهضر، راه يعني سبوني، يعني شبعوا فيا سبان، وكيقولوا بان هاد الدنيا راه غتحصل على البراءة وتموتوا بالسم. شوف اخوتي، يعني هاد الخطة ديال هاد العصابة اللي ناشرين يعني عشرات من النقافات باش يحاولوا الوشوشة في يعني في الفيديوهات اليوتيوبرز اللي كيتكلموا على الحق وكيوصلوا الحق. وحنا دائما اخوتي بهذا المنبر كنطالبوا يعني بالصراحة ديال استاذنا، استاذ ديالنا محمد المديني، محمد المديني اخوتي اللي راه كيطلب ليل ونهار، كيطلب ليل ونهار باش يطلق سراحه، والله يطلق سراحه، هو عارف راسو بريء، عارف راسو بريء، ولكن ان شاء الله اخوتي بالوقفه ديالنا غنوقفوا وقفه رجل واحد حتى يبان الحق، لان الله مع المظلومين، يعني غيوقف مع الناس المظلومين، اما الظالمين فغيعاقبوا بالله وغيوصلوا داك الشيء اللي عمر ما شافوه. وكما كنشوفوا هاد الدنيا باطله، هي العذاب يعني البطيء، العذاب البطيء شويه بشويه، هاي كتالم، هاي كما شناها في الخرجه ملي خرجت في المحكمه كتشطح وكتغني، هذا راه ماشي، هذا اساس على اساس ان راه كتبرد على راسها، راه كتبرد على راسها، راه داكشي راه كيأثر على داخل نفسانيا، كيأثر عليها ان شاء الله اخوتي. ف احنا دائما مع الحق ومع القانون ومع المحكمه المغربيه، يعني تقول يعني كلمه الحق. حنا ما بغيناش هذا الخبر المبدئي اللي خرجوا به هاد العصابه اللي قالوا ان يعني دنيا فهي غتحصل على البراءه، بغينا يكون العكس، تكون واحد الحكم يكون اخوتي مضوبل، يعني 8 شهر، يعني 16 شهر نتمنى نشوفوا شنو غتعمل هاد الدنيا باطمه، ونتحداها تخرج وتهضر بطريقه عاديه. اكيد انها غتبدا تبكي وغتبدا تقول انكم ظلمتوني وانكم درتوا ودرتوا ودرتوا، ولكن الله يمهل ولا يهمل. ان شاء الله اخوتي كما نوقفوا وقفه رجل واحد في هاد القضيه، فحنا كنتظروا من القضاء المغربي يطلق سراح هاد محمد المديمي، لان الام ديالو راه مازال كتعاني وكتعاني وكتعاني، لان عارف الابن ديالها شنو مربيه، الابن ديالها راه شنو مربيه. حنا بلا ما نشوف، بلا ما تشكرنا هي الابن ديالو، ولكن حنا كنعرفوه في الخارجات ديالو، الخارجات ديالو السيد يعني الصراحه تفاني في العمل، الامانه. حنا بغينا هادشي كامل يكونوا عارفين، هاد القضاء يعني ياخذوا بعين رحمه ويمشيو ينصفوا هاد السيد، لانه هو الاول كان مطالب بالحق المدني، فلا يعقل انه يصبح سجينا داخل اسوار السجن وتشفوا في ديك العصابه ديال حمزه مومبيبي. تشفوا فيه اخوتي، راه تشفوا فيه بزاف، كما ذكرت هذيك الوطنيه المغربيه اللي قالت ان هذاك انسان خلوق، انسان ظريف، يعني كون كانت هي عارفاه ما مزيانش، وكما هما ساوموا هاد عصابه حمزه مومبي داخل السجن، ساوموها باش تهم هذاك الاستاذ مديمي. فلا يعقل ان هاد السيده يعني بالاخلاق ديال هاد السيد، فما يعني ما خلاتش لنفسها، ما سولاش لنفسها باش تخرج وتقول لهم هاد المديمي شنو كيدير، شنو كيدير، يعني تكذب عليه. ولكن الحمد لله الحق بان،
وهي فضحاتهم، وهذه العصابة مازال كنتظروا يعني عقوبة مشددة أخرى. إن شاء الله أخوتي حاولوا تبارطاجوا الفيديو باش يبان الحق، وكلنا الأستاذ ميديمي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.